بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم. قد يتساءل البعض عن أحداث أو حرب 1967، عن دور سلاح الجو الأردني، وهنا لا بد لي أن أبين ما يلي. أولا، سلاح الجو الأردني في ذلك الوقت كان سلاحا متواضعا على الطائرات، بالتحديد 21 طائرة، وطائرات ليست ذات مواصفات عالية، كانت تسمى هوكر هنتر، وبالتالي ليس هناك مقارنة ما بين سلاح الجو الأردني بال67 وسلاح الجو الكيان الصهيوني. ولكن في تلك الحرب حقيقة كان الذراع القوي والقوة الضاربة هو سلاح الجو المصري، وكان الاتفاق للدفاع المشترك أي أن هذا السلاح هو السلاح الرئيسي لحماية سماء وتأمين التغطية للقوات الأرضية. وحقيقة تمكن رادار أردني كما ذكرنا في إحدى الحلقات، رادار عجلون في منطقة عنجرة، من اكتشاف 200 طائرة إسرائيلية صباح يوم الاثنين 5/6 متوجهة باتجاه مصر. وقام الرادار الأردني باللازم وأبلغ القيادة العامة للقوات المسلحة بوجود 200 طائرة إسرائيلية تتجه نحو مصر، وكان رمز الشيفرة الذي يفيد بوجود هجوم جوي هو عنب. وهذا الكلام يذكره الفريق محمد فوزي رئيس أركان القوات المصرية في مذكراته وفي مقابلة تلفزيونية صورت معه، ويقول: جاءنا من الأردن الرمز عنب، وأعطي لمحلل الشفرة، ولكن للأسف، وهذا القول لمحمد فوزي مرة أخرى، يقول محمد فوزي: للأسف كان قد تم تبديل الشفرة في القيادة المصرية قبل بليلة واحدة، وبالتالي لم يعرفوا معنى عنب. ولا أريد أن أعلق على هذا الأمر. وبالتالي سلاح الجو الأردني المتواضع في ذلك الوقت مباشرة، وكانوا أصلا في درجة استعداد وتأهب عليا قبل بأيام، فكان الطيارون يبيتون في طائراتهم استعدادا لأي أمر بالتحرك. بمجرد أن مررت هذه المعلومة إلى سلاح الجو الأردني، انطلق سرب من الطائرات هوكر هنتر بقيادة الطيار البطل الشهيد فراس العجلوني رحمه الله. فراس العجلوني الذي ولد في عنجرة من بيت أصلا مجاهد، فوالده كان من المشاركين في مقاومة الفرنسيين والبريطانيين أيام الانتداب. تربى وترعرع في بيت كله مروءة، انتقل إلى مدرسة مصنع الرجال في القوات المسلحة، أصبح طيارا ماهرا، قاد السرب طائرات هوكر هنتر، وتوجه مباشرة نحو أراضي فلسطين المحتلة، وكان يعتقد أنه سيتواصل هناك مع سلاح الجو المصري ليهجموا معا في وقت واحد. لما وصل فراس العجلوني إلى سماء فلسطين المحتلة مع رفقائه من الطيارين الأبطال في السرب، تفاجأ أنه لا يوجد بالجو إلا الطائرات الأردنية الستة. مباشرة تمكن الطيارون سلاح الجو الأردني الأبطال من مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية وتدميرها، وأبلى فراس العجلوني بلاء عظيما عندما دمر مطار اللد، ثم أكمل هجومه الجوي باتجاه تل أبيب، وكان أول طيار يصل إلى هذا الحد، وقصف مناطق عسكرية وسياسية داخل تل أبيب. في تلك اللحظات أطلق العدو الإسرائيلي 6 طائرات من نوع ميراج لملاحقة الطائرات الأردنية. تمكن فراس العجلوني ورفاقه الطيارين من المناورة والمراوغة والهروب من تلك الطائرات الإسرائيلية بعد أن حقق عدة أهداف.
وصل إلى الأردن وقام بالتزويد لأول مرة، تزود بالذخيرة والصواريخ، وعاد الكرة بهجوم آخر جوي جديد، وبالفعل تمكن في المرة الثانية من وصول سماء فلسطين المحتلة وضرب أهداف جديدة ودمرها تدميرا كاملا. وعاد سلاح الجو الإسرائيلي ليطلق مقاتلات ميراج لتلاحق فراس العجلوني ولم تتمكن منه. عاد فراس العجلوني إلى قاعدة الحسين الجوية في المفرق، وهبط ليتزود بالوقود مرة أخرى وبالذخائر اللازمة. وبعد أن تزود وأثناء إقلاعه على المدرج، فما لبث أن يقلع عن المدرج، كانت الطائرات الإسرائيلية قد أغارت على قاعدة الحسين الجوية بالمفرق ودمرتها تدميرا كاملا. وكان من الذين دمروا واستهدفوا في تلك المعركة الجوية طائرة فراس العجلوني، فارتقى فراس العجلوني شهيدا بعد أن قصف العدو الإسرائيلي في مناطق موجعة. وهنا لابد أن أستذكر وإياكم أن فراس العجلوني رحمه الله كان قبل ذلك بأشهر، عندما استشهد الطيار الأردني موفق السلطي في معركة السموع، كان قد وقف على قبر زميله ورفيق دربه ورفيق سلاحه موفق بدر السلطي الذي استشهد في معركة السموع، وقال له وكأنه يسمعه: يا موفق، انت السنة هاي وانا السنة الجاية بلحقك. فصدق الوعد ولحق برفيقه بموفق السلطي. أسأل الله أن يتقبل شهداءنا وشهداء الأمة. إلى هنا وأستودعكم الله.